المشاهدين، ورجعنا وياكم بسلسلة جديدة من مبارزات لعبة جنرال زيرو اور. المبارزة الأولى كانت على الجيم رينجر بين جيش الطيارات اللي جوا جيش يو اس اي ارمي وبين تشاينا تينج. الخصم كان اسمه اوس. هسه راح نبدا نشرح على طريقة اللعب بين الجيشين وكيف كانت المباراة. في البداية كان جيش يو اس اي فورس اريا، طلعت بي ثلاث شفرات. الشفر الاول اتجه نحو السبلاي الاول القريب، سبلاي القاعدة. السبلاي الثاني اللي هو السبلاي القريب عن القاعدة. اما الشفر الثالث فاتجه نحو بير النفط، وتم بيع القاعدة الاساسية كومان سنتر عفوا، تم بيعها. لان الخطوة الثانية تم ارسال جندي ار بي جي بازوكا نحو السبلاي الخصم. مثل ما تعرفون سبلاي الخصم بلوريات تحمل امدادات، يعني مو مثل العرب لا تقدر تستخدم يوم الجند العادي اللي هو يرمي، لانه ما اشخاص عاديين. وانا راح الشخص هذا اتجه نحو البير، هذا اتجه نحو البير حتى ياخذه. صار عندي سبلاين، السبلاي الاول والسبلاي الثاني. الخصم ما اتجه نحو السبلاي الخاص به، هو المفروض كان من عنده يطلع شفل ويتجه نحو السبلاي حتى تزداد الفلوس اللي عنده ويقدر يطلع جيش اكثر. الخطا الثاني اللي ارتكبه انه ما باع الكومان سنتر الخاصة به. الخصم متجه حتى ياخذ بير النفط وبنى دفاع بكته، دفاع كانون حتى يوفر حماية للبير النفط، بالإضافة إلى بناء بيت مع جنود، معمل جنود، معسكر جنود، حتى يوفر حماية أكثر، يكون قريب جدا من معمل. حركة ذكية أيضا، بس أدى هواي أخطاء صارت بالبداية. الخصم بدأ يبني معمل دبابات، وصل الجندي مالت من نحو السبلاي الخاص بالخصم. سيتحرك تسريع. مثل ما تشوفون قدامكم لوريات ثلاثة هنا راح يتفلشن. اعتقد راح يبقى بس واحد. لان راح تجي هاي الدبابة اللي ترمي، راح تكتل لغب وبس واحدة. تم اخذ بير النفط وبناء دفاعات على بير النفط. هاي التشكيلة كلش قوية من الدفاعات. انا هنا طلعت الهام في اللي هي الهامر اللي بها جنود ار بي جي. هاي اول هجمة لي. بدا الخصم يحاول يدافع عن نفسه بالدبابات اللي عنده. الحلو بالهامرات الامريكية انه اسرع شيء، هي كلش سريعة. حاول نقترب. مثل ما تشوفون شلون كلش سريعة الهامرات، تكون ضربتها كلش رادعة. حاولت الهروب من دبابة الاوفرلود. طبعا دبابة الاوفرلود مستحيل اي همر توقف بوجهها، يعني دبابة كلش قوية. كانت محاولة ناجحة ومحاولة اولى، هاي اول محاولة للهجوم بالهمرات. طبعا
رجعت ابني مبنى الكوماند سنتر حتى اقدر اشوف الخصم وين باني، وين ايش عنده بيوت معامل، حتى اعرف من اهجم عليه. يحاول الخصم تجميع اكبر عدد ممكن من دبابات الاوفرلود حتى يقدر يهجم بها على يمكن على بير النفط حتى يقدر ياخذه او بشكل مباشر من قاعدة. طبعا محاولة صعبة كلش حتى اقدر افلش الاوفرلود، لان يعني الاوفرلود دبابة كلش قوية ما تتفلش بسهولة. مثل ما تشوفون قدامكم الخصم شلون يقدر يهرب العميلة اللي عنده، يهرب هذه القاعدة، وهذا المستوى الرؤية اللي يقدر يشوفه، مستوى الرؤية هذا. هذا هسه من باب المشاهدة للخصم، دا يشوفهم خصم اسمه أوس، حاول تهريب بس حتى يقدر يشوف. حاولة جيدة دمر بين النفط، وهذا راح يقلل من موارده بشكل كبير جدا. طبعا شوف هاي الهامر كان بها طيارة درون تمنع وصول هاي الجاسوسة نحو السبلاي الخاص بي. حاول نارة حبيها يعني. أنا هاي الشغلة اللي ما انتبهت عليها، الهوار من وقفته هنا. شوف هاي حركة كلش ذكية من الخصم حتى ياخذ الطيارة المطار باللي بيه، بس ما لحق مع الأسف. ما لحق. نرجع نفتح الخريطة كلها نشوف اللي راح يصير شنو. الفلوس طبعا عندي اكثر شيء يعني، لان عندي سبلاي اثنين وشو اسمه وبيرن نفط، هو عنده سبلاي واحد فقط. هاك قوية من الطيارات، طبعا الطيارات كل السريع حتى ما جاي الحق عليها هنا يعني حتى اشوفهم، وهذا الحلو بجيش الطيارات. اعتقد راح اصير اي محاولة هجوم فعلا. نشوف بعد اكثر. الطيارة ما كنت بتوقع هي راح تكون موجودة وتجي تضرب الخصم، ما كنت متوقع. شوف هو الخطأ الثاني، الخطأ المهم اللي ارتكبه انه ما حرك الجيش اللي عنده، ما قام بتحريكه اطلاقا، ظل موقفه بنفس المكان. هذا شيء اكبر غلط، المفروض يهجم بيه. التطيات والشبح هذا الخطأ اللي المفروض يتعلم من عنده، انه ما يخلي الجيش يوقف في مكانه. انتهى الجيش نهائيا، انتهى هو ايضا يعني ما بقى له شيء، هو هم انتهى. ابطال مشروع بناء الدفاع في هذه المنطقة. تكون هجمة كلش قاسية إذا هو ما عنده لا قوة هجومية ولا قوة دفاعية، فراح تكون هجمة كلش قاسية. هنا أنا بنيت سبلاي ثالث،
طبعا هو انا ما احتاج بس بنيته حتى هو ما يعرف يعني. شفت الاوفر لود شقد قوية، ما هي تقدر اي هامر تقف بوجهها يعني، بس الجنود يعني هو اللي هم اللي ناقضين الموقف. شوف الجنود الامريكان شلون يقدرون يدمرون الهامر بسهولة، كل سهولة. بكل سهولة تم التدمير. اي الايتن، الايتن احلى طيارة هاي. هنا انسحب الجيش لانه ما يقدر يواجه جنود، لان الار بي جي ما يقدرون يواجهون جنود اورمات يعني، صعب كلش عليهم. بس هذا يقدر. هسه انا اقوم بتوجيهها. هذا بالنتيجة راح يؤدي الى انسحابه. انسحب الخصم. You are victorious. اخطأ واحد.